كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في زمن انحراف الأتراك عن الحكم الإسلام في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل فهو كان حاكم مصر في زمانه وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية فخرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب وطاف البلاد الإسلامية ومئذ معروفة بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم رجع لبلده اللي كان اسمه الدرعية فبطبيعة حال لما رجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دوم ولا مؤاخرة البلاء مطم يعني كل البلاد فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذ الأول جد الأول كان ربنا هداه وتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وإيش والعلم مع بعض هذول إذا اقترنوا بفيدوا كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق هناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات جرت معارك طاحنة مع الأسف مين تحرك محمد علي باشا من مصر مين حركوا الأتراك لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد إسلامية كلها فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها خافوا أن هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح لذلك أوعزوا إلى محمد علي أن يرسل الجيش لقتال هؤلاء النجديين ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدي وجرت الدماء هناك أنهارا وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماما الدعاية بتاعه لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح فبثوا دعاية ضد الجماعة هذون في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله فأذاعوا في المسلمين أن هذون لا مذهب لهم مذهب خامسي هذون بيقول الواحد منهم حصايتي أشرف من الرسول عليه السلام كل كفر وزور وبهتان تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا جماعة بإيش بالوهابية هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون وهابية نسبة لوهابي وهابي إذا درسناه بالنسبة للغة العربية نسبة لإيش للوهاب
مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. هي نسبة بتشرف ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الغاشمية خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك إنه نعايم وإنه ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية. وهابي وهابي يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق. ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة. إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها وإلى آخره، وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية التي كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظوا من اللصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصبح الأمر في زمن عبد الملك شو اسمه عبد العزيز أصبح الحجاج بلاقوا كل راحة وكل يسر، وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أنه والله هذول جماعة نحن ما عم نشوف منهم أنه والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام وما بيأمنوا غير بالله وبيقولوا في عقل الرسول كذا وكذا، وكما أيضا يحكون دكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة الاثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع إن هذول الوهابيين ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام، ليش نقاش؟ وسرعان ما مرت سيارة السفير السعودي وعليه العلم عم يرفرف مكتوب عليه إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل اتقي الله، بتقول هذول ما بيأمنوا برسول الله، عالمهم في الدنيا كلها عالم وحيد، لا تجد رأي في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما بنشوف رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا رأي تدون الجماعة اللي عم تتهموهم إنه ما بيأمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة؟ ما سمعتوا الأذان في مدينة؟ الأذان اللي من أذن نحن وأحسن منه إنه هذي ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة، لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها، سواء من الناحية الواقعية فهذه جماعة مسلمين ومذهبون حنابلة كمان مشان خاطرك، مش مذهبون يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، إلا بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعون عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام، ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم، وأنه كل ما ذكروا الرسول يصلوا عليه، فانكشف الضباب عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد، فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات. نشأت هذه المضللات من إيش؟ من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب ودعم الملك السعودي يومئذ أو الأمير السعود لأنه هناك ملك يومئذ. الآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفرة، والحقيقة من الناحية العربية تشريف لهم، وهابية نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين، الإمام الشافعي بزمانه اتهم تشبه اتهام هؤلاء، اتهم بأنه رافضي من كثر ما كان يلهج بإيش؟ بأهل بيت الرسول وحبه إلهم، فقيل عنه رافضي.
فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابي إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا المقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير رسول عليه السلام، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابية، هذا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية، لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب، وعندنا هم في سوريا قوى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل.